انايا عندي تزوجت بواحد السيد، كنت معاه 5 ديال الوليدات. واحد الوقت مرض في 2013، مرض في 2011، ولكن في 2013 الحالة دي صافي ما بقاش قادر يدير شي حاجة، يعني الحالة ديالو ولات مرض مزمن، تعاني من سكر وسكر داري في الشركية. واضطريت انا باش نوكل نعيش وليداتي خصني نتحرك ندير شي حاجة، ولات 24 باش نصرف على وليداتي. ما عرفتش فهمتش لذاك الدومين هذا، ما وكلش ليا الوليدات، حيث وليت كنخدم بحال في شركات تنخدم باش نعيش دوك الوليدات. في 2016 خرجت لينا استفادة، حنا مجهولين في موت المرحوم الحسن الثاني رحمه الله. خرجت لينا استفادة في 2016، عندنا واحد الأرض فلاحية، خرج لينا المهندس جوج ديال الطابلات وبزاف ديال الحديد، حتى شي شريك ما بغى يدخل ليه، خافوا منه. اضطريت انا نبقى كارية عام، انا عندي 5 ديال عندي 4 ديك الساعات ديال الوليدات، يعني مسؤولية راها صعيبة، فكرة صعيب. وهذا اضطريت الاصدقاء ديالي والصديقات ديالي كيقولوا لي شوفي غير توكلي على الله وبني، ولو حد دخل ليه ويجازك ما تبقاش في ديور الكرة صعيب عليك، انت هزة عندك مسؤولية، عندك وليدات، عندك راجل مريض كتضل في الثلاثة في السبيطارات، يعني الكرة راه صعيب عليك. بعد التدهيب اللي عندي عاونوا لي العائلة ديالي، بنيت ديك داك الحويط، انا ما تنسميهاش دار حيت هي ماشي اصلاح، ماشي شي حاجة اللي مريحة. المهم داك الياجور بنيتو، استقريت فيه، بقيت كل مرة تنخلص الدين اللي عليا، باقي اليومين هذا تيتسني الكريدي، بنيتو بالكريدي، تنهز السلعة بالكريدي، تنهز الحديد بالكريدي، تنهز عندي الوراق باش خايبة كريدي. واحد الوقت 2017 دار راجلي حادثة، ضربو موطور، كرس ليه الحنك ديالو، ما تنعرف حتى شي حد، ما تيوقف معايا حتى شي حد، ما حتى عائلتو، ما كاينش اللي كيجي يقول ندي الطبيب ولا نجيبو ولا كنجري في ميريز بوحدي، تندي الكلينيك بوحدي، يعني ما حدش كوليدات، ما حدش كزوج اللي مريض بين يديك، ومسؤولية صعيبة شوية، عيت انايا. صافي كنخليه هو مرات يكون شويه تيرد بالو الوليدات، وانا تنضل كنعمل فاش باش نعيشو على ظروف العيش. في 2020 في العيد الكبير، يومين من ورا العيد الكبير، مرض بالليل بالكرش، يعني عادي تعشى كلشي، في الصباح ما قادرش ينوض. جيت انا والوليدات ديالو تنوضو تنحركوه، صافي ما عرفناش اشنو، واش هو مغيب غيبوبه الصبح ديما تيغيب لينا وتنفيقو، ما نعرفش والو. بدلنا ليه الملابس ديالو، صيفطت العائله ديالو باش يجيو باش نهزو الطبيب ولا نشوف شنو خصنا نديرو ليه. دخلوا تحمموا عليا، جاو داروا ليا فيها عصابه 5، مو واختو واخوه وولد خوه وبنت خوه، ولدي اللي شدني بالصحه ودخلني للبيت، اللي راه غيضرو بكره باغيني امو كتسيب عليا كتقول لي يا يا المعفونه، رغم راجل تيعاني من السكر، تيعاني من تيدير دياليز، مريض من 2011 هو ما تيقدر يدير لا حتى شي حركه. طبيب في سميتو حي الحسني، راه تقدروا تمشيو معايا عندو، نقدر نمشي للكلينيك ديال الضامن الاجتماعي ديال المحمديه كنعس فيه، راهم يعرفوني تما، نقدر نرجع للارشيف. من بعد ما مات جاو تيقول لي انت سلقوطه، وخوتي يقول لي غنخرجك من الناس، يستغل السلطه ديالو، تيقول لي الكولاد راه ماشي ولادو. يعني انا يا الا كنت انا سلقوطه ما بغيتش 5 ديال الاولاد، بغيت حتى راجل مريض، ولا عمرو جاب لي شي حاجه يجي ياخذها، لا عطيني شي حاجه يجي يديها. الا شافوا الجيران جايب شي كفه ولا جاي شاد خو متكي ولا غادي بين الطبيب، يقولوا هذيك راه ما عندهاش علاش تحشم، عمر شي واحد ما جا دق عليا، انا ما كنتش كنشوفهم اصلا. اكتشفت ان تورقه ما عندي في الدار، استفاده من حقي انا ومن حق راجل الارض ديال سيدنا، يعني هما ما عندهمش حق فيها. شفروا لي الوراق ديالي، مشيت رجال السلطه، مشيت دفعت شكايه، حطيت بين راه تيهيني، تيقول لي هذوك ولادو ماشي ولادو، دار الحجه ديالو باش ياخذ الوراق، دار راسو سبب باش هو ياخذ الوراق. ايه السيده، شنو الولاد ماشي ديالو، ماشي ولادو، انا نتاكدو منهم، انا ما عنديش الامكانيات باش نثبت هادشي، ولكن انا بغيت شي واحد يساعدني باش ندير
خمسة ديال الولاد كتحرموا انت باش من حق. يقول لي هادو ماشي ولادو قدام الناس كاملين والبيت عامر ناس رجاله وعيالات وتيقول لي انا باغي ندير التحاليل لهذوك الولاد كلهم. انا تنطالب بالتحاليل ديال خمسة ديال اربعة الولاد تنطالب بهادي وتيقول لي سرقوطة. انا عندي شهادات العزوبة ديالي بقى محتفظة بها كيفاش انا سرقوطة؟ كنت كنتسلقط معاك ما كتحشمش على عارضك تقول هاد الهضرة. باغي تخويني من عين حرودة؟ عين حرودة ديالك. انا مستردة مع ارض ساكنة في أرض. واحد من خوه كيقول لي انا نخويك من عين حرودة. عين حرودة ديالك انت باش تخويني منها؟ انا ساكنة في ارض سيدنا. انا كنطالب بالحق ديالي كنطالب براسي بالتنا انا رتنت في الكرامة ديالي. كيفاش انا نتهان في الكرامة ديالي؟ ما كاينش حق في هاد البلاد ما كاينش قانون. ما انا مواطنة مغربية وعندي الحق في التصويت عندي الحق في العيش الكريم ديال في بلادنا. كنطالب برد الإهانة. انا ليش نتهان انا في بلادي؟ خمسة ديال الاولاد يحرمهم ليا باش من حق؟ اشنو عاطيني اجي خوضو؟ عمرني جيت عندك تهزني ولا جيت لخوك ولا زدي خوك؟ عمرني ما جيت عندك كنضرب بدراعي باش كنوكل طرف الخبز لوليداتي. تنخدم بدراعي بمساعدة الأصدقاء ديالي من هاد المنبر. أنايا كنشكرهم بزاف اللي واخا ما عرفتش شنو نقول في حقهم. ما نقدرش المساعدة ديالهم فين ما طحرش في السبيطار تيوقفوا معايا الأصدقاء ما تيوقفوش معايا عائلتهم. عمرهم ما جاوا لعندي عمرني ما شفت شي واحد فيهم. أنا كنقول حسبي الله ونعم الوكيل الكرامة ديالي اللي تهانت وتيقولوا لولادي راه قتلاتو باش تعود للضيعة. انا حسبي الله ونعم الوكيل. انا بغيت نعرف هذوك المراهقين علاش تتقولوا لهم هاد الهضره واش فين بغيتهم يوصلوا؟ المراهق راه مازال ما كيفكرش. شنو بغيتهم يديروا؟ تخرجوا عليهم؟ واش انا كنتعاقر باش نعيشهم باش نردهم يقراو ونمكنهم يكونوا مواطنين صالحين؟ نتوما باين تفسدوهم ليا. عيب عيب. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. هاد الاهانه راه الله اللي تيعلم فيها والله اللي شاهد عليها. الى حضرت الى هنتي الناس وخوفتي الناس بالمنصب ديالك ما تقدرش تخوف الله. انا عندي الله وما كنخافش من بنادم. انا عندي الله حسبي الله وعندي الله.